طيب الانتيجي سيدو ده ثاني سبلايد بمين؟ تيست ايه؟ اللينجوال جنرال سنسيشن. ومين؟ الكوردا تمبانايت. كوردا كوردا يعني حاجه تمبانايت لانه طالع في الود. تمبانايت تابلت الود تابلت الاذن. لان هو طالع بيبقى نيريتد لتابلت الاذن. عشان كده تمبانايت تمبانايت يعني طبله. طبله مش هبله طبله. طبله بالتاء. عشان كده سموه كوردا تمبانايت. ما عدا السيركمفاليت بين اللايت ان ذا اكيوز اوف سيركمفاليت بين اللايت وي ار نوت سبلايد باي ذا لينجوال نير وي ار نوت سبلايد باي ذا كوردا تمبانايت نير وي ار نوت اي حاجه وي ار نوت وي ار نوت امال دي سبلايد بين بيسبلايد بالنرف اللي بيسبلايد بوستيريو سيرفيس اوتام اللي هو نمره كرين نمره تسعه اللي هو الجلوسو فرنجيال نرف. جلوسو فرنجيال نرف السبلاي تيست سنسيشن اوف ذا بوستيريو سيرفيس اوتام السبلاي تيست وجنرال سنسيشن الاثنين مع بعض هذا الجلوسو فرنجيال نرف كرين نمره تسعه السبلاي جنرال سنسيشن بلس تيست سنسيشن دي السيركمفاليت بابيلي للبوستيريور سيرفيس اوف ذا تانج للاندر سيرفيس اوف ذا بالي. الاندر سيرفيس اوف ذا بالي. بالي. بصوا فرنش ان كان نمرة تسعة. سبلاي جنرال سنسيشن اند تيست سنسيشن ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا تانج to the circumvallate papillae and to the under surface of the soft palate. ولقيت في تيست سنسيشن موجوده في soft palate. والناس صبايا تحت ذا بلوس فرنجيال نيرف صبايا تيست سنسيشن تيست 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 تنسوها تنسوها ده تنسوها خالص معرفش تنسوها ليه دي. تيست سنسيشن اندر سيرفيس اوف ذا تانج صبايا بمين؟ فيهم اللي هي كاتب اللينجوال كاتب كورت تمبانايت مش فاهم ان الجلوس فرنش ده هو الجلوس ده هنا. طب ليه المنطقه دي كلها حزينه؟ طيب. The most posterior part of the dorsum of the tongue ده هو is supplied by the vagus nerve. كريم نيرف نمرة كام؟ 10 عن طريق الانترنال لارنجيال نيرف. اللي هو برانش اوف ذا فيجا سناب كمان نيم نمره 10 ذا موست اوف ستيل بارت اوف ذا بروتين سبلايد باي ذا فيجا سناب ذا السنسوري سنسيشن اوف ذا تانج وذا الموتور سنسيشن اوف ذا تانج وذا الستراكشر اوف ذا تانج والمسل اوف ذا تانج والتانج تانج ايه والتانج تانج حاجة في الطن لو كنتوا يعني في وسط النوم بتاعكم لو عرفتوا من رشح الطن يبقى نعمة من ربنا. ممكن تطلعوا من المحاضرة تقولوا طب مش هتخبطنا في النوم. بيسموها اليوفيلا
اللي هي اللهاج اللي انت بتقول عليها. اللهاج هي اللوفي. السوفت بلد عباره عن ماسكولار تيشو، لكن الهارد بلد عباره عن بوني تيشو. هذا عباره عن فيه ماسلز وجواه تندون. هذا التندون ده هو بتاع ماسل ايضا اسمها تنسور باراتاي ماسل. هذه التنسور باراتاي ماسل عباره عن ماسل التندون بتاعها جوه، وعن طريق هذا التندون انسيرتد اذر ماسل او الماسل تنسور باراتاي ماسل. هذه التنسور باراتاي مهون كونتراكت اتنين ذا سوفت بلد تنس. تنس يعني مشدود عشان the other muscles can contract. أول مصر تنسر على طاي مصر tensing of the soft bladder so the other muscles can act. في مصر تانية مش مهم جايه منين رايحه فين مش مهم، بس هي جايه من فوق ورايحه للبلد بيسموها اليفيتور باراتاي. طبعا من سكن تيوب من قناه فاروق بتاعي، يعني تركيبه ايه كومبليكيتد شويه مش مهم. اسمها اليفيتور باراتاي. ايه اليفيت ده بلد؟ upward and backward. Levator لأنها بتعمل elevation. Levator palatine. Levator palatine muscle. طيب في مصر تانية كانت هنا هون نازلة من الطنك، نازلة من البلد وراحة لمين؟ للطنك. اسمها بلاتو جلوسلس مصر. هذه البلاد جلوسلس مصر الديبريسيف ده صوت بلد شد من تحت. هتقولي المصر هي تبع الطن. هقول لك انا ايه، شوفي انت طنشي الموضوع ده واسكتي خلاص. دي تبع مين؟ انا مش هدور وراها. لازم تقولي هي هنا تبع الصوت بلد. اللي هيقولي لا ده انت هي تبع الطن ومش هقولها هنا فحر. هتقوليلي ليه؟ معرفش، بس قوليها وخلاص. بنات بلوس اوف ماسل، وان اوف ذا ماسل ذا سوفت بلد اكسترينسك من بره. الديبريسيف ذا بلد. ولو انها مش تبع مين؟ البلد. تبع مين؟ الطن. يبقى في تنسر باراتاي في اليوفيا دهيت في مصر اسمها ماسكولاس يوفيولي. دي مصر صغيره جدا. موجودة في التبن هو ماسكولاس يوفيلي في تنسور باراتاي في الليفيتور باراتاي وفي البلاتو جلوسلس ماسكولاس.